ده نورك. صدقي انت دونا عن اخواتك قريبه من قلبي. من القلب للقلب رسول يا مرات عمي. يا حلوه، يعني مش همك ولا خايفه؟ اخاف؟ واخاف ليه؟ هو انا ببيت غريب لا سمح الله، ده انا ببيت جدي وجوزي يبقى ابن عمي وحماتي تبقى مرات عمي، يعني مفيش أمان أحسن من كده. صح يا روحي صح. قولي لي انت كيف لفيتي على الواد حسن؟ وهو حسن برضك يضحك عليه؟ لا ما يضحكش عليه إلا من بيت من بنات كريمة اللي عينهم بجحة يندب فيها رصاصة. بنات كريمة أشرف من الشرف، عارفة ليه؟ عشان بنات كريمة هم بنات عبد الله، وعبد الله يبقى أخو جوزك اللي هو عمي برضو. بفكرك والله اللي كنتي هتموتي عليه واللي اختار امي وسابك انت. انت بتقولي ايه؟ بقول اللي انت عارفاه وفاهمه كويس قوي، واللي عقلك مش عايز ينسى لحد دلوقتي. كل ما عقلك يقول لك خلاص نسيته يظهر لك كريمه يا حرام وتخليكي تكلف نفسك وتهرف روحك. انت بنت قليله ربايه. اسمعي يا جبريه، يو اقصد يا مرات عمي، اللي امي ما عرفتش تعمله معاك السنين اللي فاتت دي كلها انا بقى هطلعه على جدتك. حياة كريمة؟ لا وانت السابقة، وحياة عبد الله. اخرس يا جليلة الحياة. انا غير كل البنات. لا بنات ايه بقى، ما انا خلاص بقيت مرات ابنك، يعني بقيت مدام غير كل النسوان اللي مروا عليكي في حياتك. أنا حاجة لوحدي كده، عارفة الحية؟ أنا الحية اللي تلف على فريستها لحد ما تعصرها عصر، أهو أنا. وأنا اللي حقت عرس الحية. ماشي، يانا يانتي. يا حسن! يا مروان! الحقوني!
بتكلمي على ايه؟ في ايه حسن؟ في ايه بتبصي لي كده ليه؟ امي هي اللي عملت فيكي كده يا ريتال؟ مش مصدقني؟ ولا لا؟ هي يا حسن، وعارفه انك مش هتصدقني، بس انا عايزك تعرف ان انا ماليش غيرك. انا عارفه دلوقتي امي بيدور في دماغها ايه. بمجرد ما تعرف ان انا وانت اتجوزنا، اول حاجه هتعملها ان هي تتبرى مني. عايز تطردني تشتمني، اعمل اللي نفسك فيه يا حسن، مش هقول لك لا، بس عايزك تعرف ان انا ماليش غيرك وماليش مكان اروحه. حسن صدقني، اللي انا قلته هو الصح، واللي اتفقنا عليه هو اللي هنعمله. اديك شفت العيله دي مفيش وراها غير الهم والبلاوي اللي ما بتنتهيش. اللي حصل ده هيفتح علينا ابواب جهنم ومش هتتقفل. تقصد ايه؟ اقصد ان انا وانت زي بعض، عايزين نعيش الحياه زي ما احنا كنا متفقين، عايزين نسافر ونهاجر. هو ده الصح صدقني يا حسن. سيب ابويا في اللي هو فيه ده. ابوك؟ هو ما فكرش فيك ليه لما عمل اللي عمله؟ هو انت يا حسن ناوي تقعد معاهم؟ ناوي تبقى زيهم؟ وتعيش الحياه زي ما هم عايزين؟ وتحبس نفسك في الدوامه اللي عايشين فيها بقالهم سنين؟ انت عايزه ايه؟ نهرب. وبعدين؟ نعيش. أهرب معاكي؟ تهرب مع مراتك اللي إيه؟ اوعي تقولي اللي بتحبني. مش هقول بحبك، بس هقول إن إحنا خلاص ما عادش لينا غير بعض أنا وإنت. هي دي الحقيقة صدقني. مراتي كيف وإحنا لسه حتى ما جربناش من بعض؟ عايزاني أبقى معاكي كيف؟ وإنت بعيد عني يا ريتال. ولا ايه؟ تقصد ايه؟ اقصد اني عشان اصدق انك معايا وانك مش هتسيبيني، لازم احس انك مراتي بجد، واني جوزك مش على الورق وبالكلام.